مسيرة الولاء والعرفان بولاية إبرة جاءت معبرة عن مدى حب أبناء هذه الولاية العمانية لقائد مسيرة النهضة المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، واحتفاء بمناسبة العيد الوطني 43 المجيد. تقدم بالتهنية إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة العيد الوطني 43 المجيد. وبلا شك بأن هذه المناسبة من خلال مشاركة أبناء ولاية إبرة في هذه المسيرة الطيبة هي تعبير وتجديد للانتماء والولاء لبان النهضة المباركة، وكذلك التعبير عن الشكر على منجزاته الطيبة التي عمت كافة أرجاء البلاد. المسيرة انطلقت من أمام دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة شمال الشرقية بمشاركة مختلف فئات المجتمع رجالا ونساء صغارا وكبارا، حاملين فوق رؤوسهم صور جلالة السلطان المعظم، مرفرفين بأعلام السلطنة عالية خفاقة، رافعين لافتات التهنئة، ومرددين هتافات الشكر والولاء والعرفان لجلالته حفظه الله على كل ما قدمه من منجزات لأبناء شعبه الوفي. ذاتي هذه مشاركتنا اليوم في مسيرة الخير، شكر وعرفان لمولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم على كل إنجازاته، على كل إنجازات التي قدمها لشعبه العماني بشكل عام، ولدوره في تشجيع المرأة العمانية والخدمات أيضا التي حصلت عليها المرأة العمانية في عهده. المشاركون من مسؤولين وشيوخ وأعيان وطلبة وطالبات المدارس ونساء ورجال بمختلف أعمارهم انتهت بهم المسيرة أمام مكتب سعادة والي إبرة، حيث ألقيت القصائد الشعرية المعبرة عن حب الوطن والسلطان، وأديت الفنون العمانية المغناة التي امتزجت مع فرحة الجميع التي ارتسمت على وجوههم بهذه المناسبة. وهكذا فإن مسيرة الولاء والعرفان التي نظمها أهالي ولاية إبرة هي مسيرة تنم عن مدى حب وولاء أبناء الشعب العماني لقائدهم العظيم ولوطنهم المعطى، ولتبقى مثل هذه المسيرة نهجا من مناهج أبناء المجتمع العماني لمواصلة البناء والحفاظ على مكتسبات الوطن. سعيد بن سيف الحبسي، تلفزيون سلطنة عمان، ولاية إبرة، محافظة شمال الشرقية.